مرحبا مساكم الله بالخير يا نور السرور. يا مرحباكم وحياكم الله. اليوم في حلقه مميزه، قلنا جالسين في البيت وغيره، نبغى نغير جو، تباعدت الاجساد وغيره، لكن من الحب ما قتل. في اثنين تفارقوا عندنا، قلنا بنجمعهم اليوم عن بعد، بنغير شويه من جوهم، يستانسون ويانا ونسمع سوالفهم ونطمش وياهم، ان شاء الله نستانس وياكم. هالاثنين لازم نجمعهم اليوم، خاصه ان في مناسبه البارحه كانت غاليه علينا، علي بن كمال ومهر الشحل. هاي قصه الحب اللي ما تنتهي دائما، واللي مستانسين عليها في الامارات، مستانسين ان عندنا هالاثنين اللي نطمش دائما على فيديوهاتهم، لكن افتقدناهم الفتره الاخيره، لا قلنا نشوف علي ويا مهر ولا مهر ويا، لكن قريب ان شاء الله الله بيجمعكم على خير ونشوفكم يا بعض. مرحبا بالساع. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. علي ما يحتاج كمامة الحين، أمورك طيبة أبوي عن بعد؟ أنا بس لأني أخاف من مهاري عشان بتدي فالحين بشل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا لا، مهرة بارك عليك الشهر، استغفر الله. مهرة نكلمش ردي علينا، استغفر الله. ضبط مشكلة الصوت، بنشغل هذا الفيديو لما نضبط الصوت. من أنا وأنت ما يخص. أول شيء ربعنا اللي يشوفونا على اليوتيوب يعطيكم الصحة والعافية، وسامحونا على الخلل. طبعا الخلل دائما من منو؟ من مهاري صح؟ من منو؟ شكرا حبيبي. أبارك لها شو علي؟ أبارك لها على إنها استوت عيوز. صدق؟ ها؟ أنا ما عيوز. أنت شو عيال؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. جايبين لك كيك العود. الله الله، جايبين لك كيك العود. كيك شمعة. الله الله. اضحكي، كان اسوي عيد ميلاد، احتفل بعيد ميلادك. اضحكي، قولي كلام تخير. شو استغفر الله العظيم من بنت، استغفر الله. كلامك بخير. ها مهاري خذيها يلا، حطي يدك في الشاشة. افا ليش ما تقدرين؟ ردها. ليش ما تقدرين مهاري؟ ليش ما تقدرين؟ ما اقدر. ليش ما تكلمين مال ايفون يسوون شيء جديد ان تقدرين اي شيء تشوفينه تحبينه تشلينه؟ ما في. انا ادري اذا سووا هالشيء انت بتشليني انا حق اتم بيتك، بيتكم انتم بغرفتي انا صح؟ صح؟ ايه فاضلك، انا فاضلك، عندي شغل فاضي ويهك. انا تضربيني انا ليش؟ انا بصفعك طراق ماريايين. السمك رومانة بكسرك. صح انت مسيرة دبة، خدودك هالكبر. الله انا مو دبة. ها؟ انا مو دبة. انت مو بدبه، انت جميله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله شو هالجمال، شو هالكياته، ما شاء الله. انت من الله كيوت ولا؟ مهاري شو تسوين في رمضان؟ نبغى نعرف شو جدولك، الناس تبغى تعرف انت شو تسوين في رمضان، شو امورك؟ اصوم. تصومين؟ تصومين؟ صفقة صفقة حق مهرة، صفقة 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 صراحة. بس تصومين من وراهم تروحين تشربين ماي بارد وانت تتوضين صح؟ لا. هاي شو تسوين؟ اصوم، ما اشرب ماي لين الظهر صح؟ توني بقولها، لين الظهر ولا لين المغرب؟ لين اذان المغرب؟
ولين الحين ما دخلتي المطبخ؟ ما سويتي شيء؟ ما سويتي كيكه؟ ما سويتي شيء بالمطبخ؟ لا. هاي شو تعمل تسوي؟ ما تعرفي تسوي شيء؟ انت تعرفي تسوي شيء؟ ما انت ما علمتها. تسوي شيء؟ اكلمك انت، انت تعرفين تسوي شيء؟ لا. انا ادري زي ما تعرفين تسوي شيء، كله تاكلين تاكلين تاكلين. لا. دوحة تطبخ وانت تاكلين. علي تحسها متنت ولا طايفت؟ متنت ومتنت ما انت تاكلين انت شو تاكلين؟ ما اكل شربي ماي بس، شربي ماي خذوا لك ياكل بس، انا اكل اكل طاويه كيف. شي خدودي خدودي كيف شي شي خدودي يوم تسوي شي زين علي علي تحدي انت تسوي بخدودك شي وهي تسوي بخدودها شي يلا شوف يلا يلا واحد اثنين ثلاث يلا شوف اوكي اوكي ما يستوي ما يستوي لو جيتي متينه بس والله حلوه بس والله حلوه استغفر الله يعني شو تقولي حق الناس اللي يتابعونك شو تقولي لهم؟ ما أدري ما أدري ما أدري كله ما تدرين بس تعرفين تسمعين طراق يعني معناته هي معناته هي ترقد وتاكل طول رمضان بس هذه السنة بس دائما ما في شيء هم 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 ورقاد كيف أرقد وعندي حساس عندك حس كاوه كاوه زين قولي لنا شو تسوين في الحصص؟ أنا بس قبل أول شيء حصة الإنجليزي كيف تتكلمين مع الها مع المس الإنجليزي يا بعض أعتبريني أنا المس وأنت تتكلمي يا إنجليزي هاي هاو أر يو توداي أي هاف كلاس وذ مهرة لا أنا ما تكلمتي أنا الأبوة تشرح بعدين تختار أي بنت وتجاوب زين إذا اختارتك أنت أول مرة اختارتني زين افرضي إني أنا الأبلة الحين افرضي إني أنا الأبلة وأنت وأنا بسألك سؤال الحين أوكي أوكي يلا 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 أستاذ علي يلا أستاذ علي How are you مهرة I'm fine thank you How old are you? 9 18 علي أحس أنت اللي بتتوهق آخر شيء أنا خلني خلني أنا أدري والله دائما أمشي على البركة وأكلها يا جوي أخوي how old are you? 10 Where are you from? ما أعرف إنجليزي وايد أنا أعرف إنجليزي وايد جاوبيني ما أفهم ها؟ ما أفهم ما تفهمين زين شو أكلمك شو تعرفين لغات؟ عربي شوي صيني شوي صيني تتكلمي صيني؟ هذا شيء جديد هذا جديد شيء جديد سمعينا صيني زين زي صيني اعطيني جملة بالصيني نيهاو نيهاو وانت لا تسبين لا بس كلنا نعرف نيهاو نبغى زيادة نيهاو نيهاو يعني نفس قطوة ميهاو صح؟ لا اه قولي بعد شيء قولي بعد شيء بالصيني يعني اعطيني جملة علي انت شو؟ ليش وانت بانيو انت تبين بانيو؟ من سيرين بانيو؟ ما ادري هم علمونكي زين شو معناته؟ نسيت نسيتي سبحان الله انا اعرف اتكلم ياباني ليش مو مصدقت لنا ليش تي تغير وجهك مو مصدقت لنا يعني يرمس بياباني عادي انا عادي انا اعرف اتكلم ياباني ولا انجليزي اكثر ما ادري انت ما تدري انت كل شيء ما تدري زين انا بعرف اتكلم ياباني ما زين هاو تشونغ ارسال يعني ما اعرف هذا مكس انجليزي ويا ياباني
ميكس وشوية بلوشي. إنزين صراحة مهرة بسألت سؤال، يوم كنتي تروحين مدرسة أحلى ولا عن بعد أحلى؟ يوم كنت أروح المدرسة. ليش؟ شو الفرق؟ لأن يعني عن بعد نجاوب ويعني عادي، بس يوم أروح المدرسة غير، لأن يوم أروح المدرسة أشوف بعاتي، أشوف الأبلوات، بس عن بعد ما أشوفهم. زين سؤال مهرة، أنت تفهمين الدرس أكثر في المدرسة ولا تفهمين الدرس أكثر عن بعد؟ في المدرسة. ليش في المدرسة؟ زين أقول لك صراحة، تحضرين الحصة جلابية ولا بلبس المدرسة؟ لبس المدرسة. قولي الصدق، قولي الصدق، عرفت أنا. في البيت يعني عن بعد البس بيجامة، بس في المدرسة والأبلة تشرح وانت ترقدين صح؟ مرة بس. مرة. ها ترقدين عن الكلاس. افا مهرة افا. ها؟ بس مرة لما كنت سهرانة. انا ليش تسهرين؟ انا عارف تسهرين حسب تجيبين صوري و صح؟ انا شيء انسان وايد زين صح؟ عشان العب ايباد وعشان ما احضر قد في الليل. انا قلت لك عشان، يقول لي هي عشانك، لا اعطيك تروحين بالفانتا، قولي عشانك، قولي قصي علي، قصي علي. ما يضحك، لا الموضوع ما يضحك. مهرة، مهرة من متى ما شفتي علي؟ من زمان. مشتاقة ولا الفكة؟ مشتاقة عشان اضربه. بس سبيل انا، تعالي اضربي وروحي. والله انا تبي قبل يوم انت نتصور يصورونه تضربيني طراق، انا اسكت بس خاطري اعطي طراق، بقول لا حرام مسكينه. بس من اليوم ورايح كل ما دي سلام عليكم مهرة طراق، تبي يستوي طراق عن بعد عادي. ما يستوي الرجال يضربون الحريم. والله يوم الحريم يضربون ريال عادي. لا مو عادي. ليش انت تضربين؟ لان انا عادي. لا والله انت عادي حلوه هاي. ايش معنى انت عادي؟ شو الفرق؟ ما تدري. لان انا صغيره وهو كبير. لا والله مفروض الصغير والصغار يضربون الكبار. في احترام. انت المشكله يا بعض، انا وانت نسولف نتضارب اوكي، ناس يصورون فيديو انت قاعد تسمعيني طراق. تعبت وانا رجع فيديو قوي مره صبر في رمضان، انا ما قاعد اصور، قاعد اسولف وياها ثلاث سنوات. انا اعرف مهرة تربيش، انا قلت برجع قدام الكاميرا. مهرة ندمان أوكي. ندمانة ولا فرحانة على الطلاق؟ كيف فرحانة. أنا في يوم وصف لي مشاعرك يوم ضربتك، يوم أعطيتك طراق. تعال تصدمني، والله تصدمني. أنا قاعد أسوي وياه تبرع، تعرف إيش أسوي. بس من اليوم ورايح، الله، الحياة بدونك يا مهرة مو حلوة. ليه؟ لأن ما حد يسمعني طراق، والحياة بدونك كأن بيض ما في ملح. وضحكتك هذه وايد تفرحني، لأني أنا سبب الضحكة هذه. لا بس والله العظيم، إذا يوم من الأيام سمعتيني طراق مرة ثانية أول. لا تضحك، مشكلة تضحك، ما تخاف. تقول لا حبيبي علي لا تضحك. أنت وياها مخافة منك عن بعد، بتخاف منك ولا بتفتكر؟ ولا يوم تذكر في اللقاء عادي تضرب اللقاء تلفزيون ناس.
لا الله حق شوف يوم جت يوم جتنا نحن كانت ساكتة وما سويت بك شيء. أنت لو تشوفونها أنا مهرة لو تشوفون أنا وهي في السيارة كيف ربك مرات شو أقول أقول مرات أنا أقول حط شو سويتي في حياتي يا بعض ما تذكري أول مرة يوم شفتك لا ما أذكر بس والله كنت عندك ما كنت تسوي لي سالفة كانت تتغلى من البداية والله تي يوم عندهم هون تساكته دخلت عندها يوم المستودع تشوف تسولف لا 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 كانها عيون انت شيبه انا شيبه صغير 24 سنه ما شاء الله علي وانا على فكره بعد الكورونا بتزوج وانت كيفك خلاص عقب ما في لا مهرة لا مهرة ولا غيره ضيف عندك بخرة بعرسك بيتم أضربك شو بتسوي؟ بخرة بعرسك بيتم أضربك تضربي؟ مرتي ما بترضى بتصفع الصراق لا لا قومي قومي بتقول قومي قومي يا عيوز انت يا عيوز يا ويلك بشيلك انت بسحبك من كم دور تخبر ليش علي انت اصلا انت علي انت بتعزمها اصلا ما بعزمت بسوي عرسي عن بعد ايش تسوي عرسك عن بعد استوي الحر زوجتي افتح نفس الفيديو هذا في هناك سلام عليكم العيال سلام كيف الحاج الاخبار يلا زوجتي هذا نفسي وخلاص سلام عليكم خلاص تم وانتي موتي حاجة يطلع اشلك الصورة اوكي انت بتسوي انت بتسوي عرسك عن بعد انا عادي بيتكم وبضربك ما تعرفين وين بيتنا ما تعرفين وين بيتنا وانتي كيف ممنوع تطلعين كيف بتسيرين الحمد لله رب العالمين عادي شو عادي لا لا بلا عادي استوي وانت تعرفين حتى في عرسي شو احسن مغني عندك منو؟ علي بن كمال ما ادري علي بن كمال ما يعرف اني صوته خالص انا ما اعرف بالعكس صوته جميل زي مره بنتحدى يلا حلو صوتي انا ولا صوتك يلا يلا حلو حلو يلا نبدا عند منو؟ هاري مو انا اوكي بس اذا انا غنيت بتغنين انت؟ ما اغني اي اغنيه اي اغنيه شو اغني يلا او ما تعرفين بيبي شكر لا 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 بيبي تعرفين لا لا واحد تعرفين اي اغنيه ما بابا جابت بيبي بيبي حلو صغير سمعنا صوت علي الحين دور مهاري يلا دورك ما يخصني يلا قولي شعر شعر يلا دورك قولي 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 ما أعرف وأنا شاطرة وأنا غيرة وأنا مجتهدة وأنا على المسرح تقولين أنا الفراشة السمراء وين حين يلا ما قلت يلا قولي زي قولي يلا لا زين الحين بسألك أنت في البيت تملين ولا شو جدولك بعرف كيف تملين ملانة ولا مستانسة لأن أول شيء تسوين؟ يوم أخلص يعني أخلص يعني الحصص متى تنشين؟ أول شيء متى تنشين؟ أنت متى تنشين؟ أنا قبل الحصة ولا شيء يعني أنا شو الحصة باقية باقية أنا عرب مرة هي راقدة تفتح ساعة 9 تحط منبه افتح صوت شخيرك من الأبلة تسمعه وانتي تشاخرين صح؟ لا الأبلة تشرح وانتي موسيقى وراها ليش ضحكت يعني كلامك صح؟ ليش ضحكت؟ لأن كلامك صح للأسف لا صح كلامك صح لأن أنا هاي تيك المرة ما كنت أدري متى يعني تبدأ
يعني صح أشوف السارعة، بس يوم أدخل سنتين ونص يعني أقول غسل ويا فرش أسناني، مرة ما فرش أسناني. صبري 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 صبري، تفرشي أسنانك متى؟ ما في فروض، ليش تقولي هو إنه فرش أسناني؟ ليش ليش؟ أصلاً في رمضان ما أفرش أسناني، أنا خاف أفطر، فغسل ويا بعدين أدخل الحصة. لا لا مو في رمضان، مو في رمضان، أوكي قبل رمضان دروس ما في. لا بلا في. ما في زوجي زوجي. على كيف أحصي؟ أنت على الطرف شي تعظيم، أنا تبي تفتحين شو اسمه بيبسي. ما شاء الله مهرة محلوة ما شاء الله. مهرة ما شاء الله ما شاء الله محلوة شوفت. أنا نفس قبل ما تغير. لا. لا 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 حلوة صورتك، صورتك اللي ورا، اللي ورا في صورة ورا إذا تشوفي من الكاميرا تشوفي ورا ليش؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إنزين وعقب عقب الكلاس وعقب المدرسة مرة ألعب الباب، مرة أهدي الآيباد، أصلاً أنا ما ألعب الباب، ألعب تليفون، أهدي التليفون أصير برا ألعب. أمس هي أمس كنت برا ياس ألعب وأذن. ومرة وأذن؟ هي وأنا ما أعرف دشيت داخل وأنا ما أدري وأقول حق ماما يعاني متى يأذن، وماما وماما وبابا كانوا يأكلون. انزين بقول لك شيء مهارة شوفي علي 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 ياكل مو بصايم. لازم يقوم لانه هو خبيه. شو؟ عادي هسه ياكل هادو الحين عادي لانه عدل من زمان. بس انا زعلان عليك اخوي مروان، انا زعلان منها صراحه. افا افا قبل رمضان كان تحفظ وتروح تحفيظ وتحفظ قرآن. في رمضان أنت قاعد تقرين قرآن ولا لا؟ وقفوا القرآن بس بس منو وقفه؟ ما أصير فمرات مرات يوم أكون ملانة ملانة مرات برا أو مرات يعني مو وايد أراجع صورة ال صورة أنا. زين 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 اذا وقفوا مركز التحفيظ مفروض انت تحفظين بعد في البيت اذا انت فاضيه، يعني تسوي لك جدول المفروض يعني. بس مرات اطلع برا ان بابا يقول لنا تعالوا اطلعوا برا لان الجو يكون وايد مرات اكون في البيت وألعب. بس تدرين بس تدرين الجو وايد زين بس ناقصنا وجودي انا صح؟ لا لا ليش لا؟ انا شفيه هذا الصدق ليش نقص على بعض؟ بالله عليك حياتي انا انت كمل انا بشوف اذا في اسئله من الناس حق مهره. زين 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 مهره أنا كل مكان أسير له وأنتي وياي أنتي تستانسين، ليش؟ لأني أنا موجود. هالكلام مش صح يعني. أوكي أنا بس يعني أنت يعني أنا مو قلت أنا قلت إن الجو حلو، أنت قلت شيء ناقص الجو مو حلو بدوني. أنت شخص الجو شخص الجو فيه يعني الجو من الله من الله وأنا من الله. الله يكفي وتي نحن بس أنت يعني تقول إن الجو مو حلو بدوني أصلاً حلو بدوني. توك تقولين مشتاقة مشتاقة عشان أصبع طاقة. ايه خذي بيه درجتي بعطيك بعض درجتي ايه. ابغي اصبع ابغي اعضه على كتفه قبل وين اعضه. بسم الله انت شو انت اسد انت شو انت بعض
ترى انا مو باكل بني ادم، بني ادم مو زين تاكلين لحوم البز. اكل لي نرفزني اعفه اللي نرفزني تعظينه، بس على فكره حتى يوم انت تعظيني اللحم مالي حلو. يا سلام يا سلام. طويه طويه مع شوي ملح بعد. افضل صح لحمك حلو في وقتك، كان ابغيك ابغي اكل كله بس تاكلين عقب تسوي دبه ما تقدرين تمشين انت تسوين ايه؟ ليش الحين الحين هي الحين ضعيفه؟ ايه هي اليوم سويتي شي ما بين. بس ماما تخليني وايد اكل يعني قبل رمضان يعني بشوف يعني كما يعني دوحة سافرت ونحن تمينا بروحنا ما تسوي لنا بيض ولا اكره البيض، تسوي لنا بيض ومرق وجبن انا اكره. احمدي ربك على النعمة احمدي ربك. انت شو انت عيال شو تحبين يوم ما تحبين البيض؟ احب اكل الحلويات يا بابا اسناني واوا لا توديني عند الطبيب، لا توديني عند الطبيب إيه؟ ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب. انت انا خرجت بس انا غير عن الناس غير عن الناس. مهرة لازم قدام الناس تحترمين علي شوية. وين 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 ليش ما هي تحترمني بس لما هي لأن تحبني لازم تلعوزني. الله الله ما تدري من الله من الله ها؟ يوم ما لعوزة أحس إني ملانة بس يوم ما لعوزة. إنزين صدق كيف تتواصلين يا علي هالأيام؟ أنت ما تشوفين تتصلين فيه ولا لا صدق؟ مو وايد. مش فاضي لك يعني. مشغولة صح؟ أظن هو بروعي يتصل. ماما تتصل فيه بس أنا ما. زين شو شو علي انت تعرفين علي وين شو يسوي الحين تي ولا ما تعرفين؟ لا ما اعرف. ليش ما تسالينه؟ استغفر الله امس انا مو مكلم منك انا وين؟ انت نزلتي ايه. فيديو ان علي ياسي يتطوع؟ ايه صح. انا ما احب الجلابيه. انا ما احب الجلابيه. مو مفتكره ناسيه. ليش بتوديني وياك؟ بقول لك شيء الحين الوضع في أزمة نحن، أنتوا لازم تكونون في ناس لازم يشتغلون وفي ناس لازم يكونون في البيت، أنتوا من أنتي من الناس اللي لازم يكونون في البيت، نحن نشتغل نحن خلينا نكمل. شو تسوي علي أنت وين أنت وين شو تسوي علي؟ أنا في مستشفى الإمارات، المستشفى الإمارات مستشفى الميداني في دبي. مستشفى الإمارات. يعني شو تسوون؟ نحن ندعم الكادر الطبي إداريا، يعني إدارة المستشفى السيرفز. نحن نساعد كلهم متطوعين اللي وياي دراسة أخوي عدنان شاهين ياسين. اسمعي ما كلمت اسمعيني انت ايه صح ما يصير يتكلم وانت مطاشتنا بس تبغى تسير هي كيف تبغى تسيري وانت ما تعرفين وش اسوي؟ لأن كذي ما تهتمين تقولين مسكين عيلي أخوي الكبير. أنت مو أخوي. أنا منو عيل؟ ولدي صغير. أنا ولدي الحمد لله كي مو بأمي. لا ما أبا ما أبا ما أبا ما أبا أنت تكونين أمي. خليني أنت أمي بس رفعت راك بس مجبور. أنا اللي رفعت راك. والله أنت لو أمي أوه بتمزمل والله. لما فلوس بي عندك هلا حبيبتي أمي الغالية أجمل أم. ليش؟ انت ليش يا عيل ليش انت ام؟ قلبك لازم يكون حنون علي انا. ام عشان اصفر فرادات عشان اعطي شويه. انت ام ولا انت وعانه؟ انت وعانه؟ انت لو ام على الاقل تسرينه تقولي له انت وين؟ شو تسوي؟ شو وضعك؟ شو امورك؟ انت لين الحين ما تعرفين هو وين؟ ما في مسؤوليه. الناس كلها تعرف علي وين الا انت.
تتصل فيني. أنا أتصل فيك؟ أنا علي بن كمال محبوب الأطفال، أتصل فيك أنت؟ لا أنا تتصل فيني، المفروض ضروري تتصل فيني. مو فاضي، بزي. I am busy. I speak with you English. You speak with me English. I am busy. I don't speak English. I don't speak English. إنزين مهرة قولي له شو تسوي هناك الحين، لازم تعرفين سيري شو يسوي هناك. شو تسوي هناك؟ أنا أتطوع أساعد الدكاترة والممرضين إدارياً. شو يبون؟ أكل، شرب، يبون شيء من برا، يبون شيء إداري، يعني ندير المكان كامل، ندير المستشفى الميداني كامل، ونساعد يعني المرضى إذا المرضى إذا المرضى, إذا المرضى إذا المرضى يبون شيء من المصابين، يبون شيء من برا، لو يبون سوني، يبون أي شيء نحن نجيب لهم لين عندهم. عسبة ما يمل هو في الحجر يعني في المستشفى. حلو. إنزين حلو. إذا أي حد شباب، كلكم شباب كتير متطوعين كلكم، إيه احتياجاتهم كلها أنتم بس مرة تسيرون تبون تشترون تسوون أي شيء يبون. كل شيء يبون المرضى، أي شيء يعني. سبحان الله، تدري شو يبالي علي أقول؟ يعني شوف النعمة، ناس في بيوتها يمكن ما حصلت هالخدمة، الحين هو مريض طايح هناك محصل خدمه طايح في ستار وحليله. والله يا مروان بتشوف بالدم يعني، عينك بتدمع من اللي تشوفه. نحن في دوله اللهم لك الحمد يعني بامن وامان، وفي نعمه كبيره نحن مو بحاسين فيها. يعني المريض يدخل غرفه جديده اول مره حد يسكنها، الغرفه فيها اوس ان، فيها نت، اي شيء يبا من برا، يبا سوني من برا نيبله، يبا شو يبا، اهله بيبون اغراض يجيب الأغراض، نحن نسلم يودونا لين داخل عندنا عند الشباب الممرضين يسلمونا لين المريض. فنحن في دولة فضل الله ثم شيوخنا. وحتى اليوم صار لي موقف يا واحد من أخوان العرب قال لي علي أنا هالي بيون بعد شهرين يمكن يودونهم الحجر، نحن بندفع كم بيزات الحجر؟ قلت له حبيبي ستوب، انت هني ما تدفع فلوس، من يوصلون الاكل والشرب والمكان على الامارات. انت قال انا وايد احب الامارات، قلت هاي بلادك ابوي انت، صح انت جنسيه ثانيه ولكن هاي بلادك انت، انت يا استخدم انت الحين في مكانك قاعد تسوي شيء لو انت ما تحب الامارات كان انت ما سويت. قال هي والله صح. يا مسكين يقول له مو بكورونا كان انا حضنتك على كلامك الطيب هذا. بالعكس يعني شيء حلو. اي والله. إنزين شو اللي خلاك تسير؟ يعني أنت جالس كنت في البيت مرتاح أمورك طيبة، شو اللي خلاك أنت حتى كنت بتصل بي قبل مروانة وسير أنا في خاطري أسير وأسوي، شو اللي خليك تبسير تسوي شيء؟ مروان نحن قبل لازمة كنا نسير نتطوع نسير أي مكان وأي فعالية طبونا نحن بنسير كم يلا حاضرين من على هالخشم. في وقت الأزمة أنا كعلي أجلس في البيت والناس قاعد يطوعون ولا قاعد يشتغلون والدولة محتاية متطوعين، أجلس في البيت؟ علي ما يسوي كذي. مفروض أي حد لو ما كان يتطوع قبل يتطوع الحين ويخدم بلاده. نحن في وقت الأزمة، قبل كنا مرتاحين يعني قبل الأزمة نصير أي فعالية مستانسين، الحين يمكن في ضغوطات في شيء وتبتعد عن أهلك لمصلحة أهلك، ولكن أنت ما قاعد تسوي شيء بسيط، قاعد تخدم بلادك الإمارات اللي بناها الشيخ زايد رحمة الله عليه وقايدها الشيخ خليفة وأبونا الشيخ محمد بن زايد وابونا الشيخ محمد بن راشد وحكام الامارات اللي يدعمونا بكل شيء. اتوقع اهلك مفتخرين فيك الحين اي والله، حتى لو انك بعيد عنهم. والله اني انا مشتاق بس بصراحه يعني والله مشتاقين. انا امي تقول الله يعيني عليك. هل مفتخرين؟ سبحان الله مفتخرين ان ولدهم الحين موجود في هالمكان. والله يعني انا حصل على اكبر ناس قبل الناس اللي يدعمني صدق ابوي ودعوات امي وخواني وخواتي واهلي. حلو يوميك وخالك يقول علينا احنا نفتخر فيك، اخوك يقول اي شيء تبغى انا بعطيك، شو ناقصنك يعني
بالعكس لو ما يفتخرون فيني كان ما انا علي ما وصل هالمكان. انا بفضل الله نحن نفتخر فيك بعد حبيبي يا اخوي حبيبي. وكل ما ما ادري اذا اخواني ممكن اكيد اكيد اخواني يشوفون اليوتيوب. ابوي انا في كلمه دائما كنت بقولها في كم من مره ولكن الحين انا في كلمه في خاطري بقولها. والله يا مروان والله كل حد يحب ابوه كل حد يعشق ابوه. والله يا مروان فضل الله ثم ابوي انا في هالمكان. اخلاقي طيبه ترى من ابوي اخلاق يعني نسير مكان لدرجه يا مروان نحن في المسجد كنا صغار كنا نشاغب كان ريال يقول يضربنا نحن صغارين تعرف البريد كان يعني في المسجد ليش كيف تسوون عشان يضربهم كلهم انا ما يضربني انت ولد حسن بن كمال حبيبي لا تسوي هذا مو بعلي سوا صح هذا ابوي سوا الله يحفظه ويطول في عمره. في يوم من الايام انا ما بي يوم بنزل راس ابوي فلازم انا اسوي كل شيء طيب الله يحفظك يسلم. فهاي كلام في خاطري ابغى اقوله اخواني اخوي حمدان انت في البيت حبيبي قاعد تشوف انا عارف قاعد تشوف اللايف سلم على ابوي والعصر لا تنسى المساج الريل ها وكذي والله ان شاء الله الله يحفظه. لكن بقول لك شيء علي والله انا امس حتى يوم كنت مقابله الشيخ الاخضر كلهم يقولون مثلا الشيخ الاخضر ملهم 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 فيانا فضول نساله انت من اللي يلهمك فيوم سالته السؤال كان يقول امي هي اللي تلهمني. فسبحان الله تكلمنا عن الموضوع نفس اللي تتكلم فيه الحين ان اللي يرضي والدينه والله تنفتح له بيبان الدنيا. يعني انا من الناس اللي حسيت بها هاي ترضي والدينك سبحان الله تحس ان حياتك كلها تتغير تنفتح لك بيبان اذا انت كنت تتمنى شيء اللي وصلت اكثر من اللي تمنيته. هي والله وتطيح في مشاكل يمكن وتطلع شيء ما تعرف كيف تتجزر مو منك انت حبيبي من دعاء والدينك والله. وانت ضحكت طحت هالموقف مثل ما انا طحت وايد والله كلنا يعني لو يعني الوالدين رضاهم بعد رب العالمين والله فاللهم لك الحمد والله يطول عمرهم ويرحم الناس. انت امين. انت قلت اي شيء يبونه بتودي لهم اياه الحين اذا مهره بغت شيء انت بعد بس تودي لها اياه ولا لا اوي وي ما مهره سوم كيف مهره ترقد بحليلها يا تعد السرير شو هالسرير الغاوي شو هالسرير الغاوي من وين طالبت لنا هالسرير هالسرير كمان مهرة الساعة كم ترقدين بس عشان بعد ما نطول على مهرة انا ما اعرف متى ترقد سرين ما عندنا بنات يسهرن اي اوكي ما عندكم بنات يسهرون ليش ما تسهر جاوب عليها يلا جابل شو ليش منو ماما تسهر ماما تسهر عسبت انتو تريحون وتسوي لكم وتجهز الاكل وترتب البيت عشانكم انتو ماما ما تسوي الاكل والله دي ما يخصها تسوي ما تسوي هي تفكر تعيشوا بسلام ماما بس تسهر تليفونك تلفزيون ما يخصك بماما انتي امك اختي امك اختي انا لو سمحتي ما يخصك باختي انتي عليك تنامين تسمعين كلام امك وابوك انتي ما يخصك انا ماما تقول لك تمي وياي شوفي هيا هي يعني انتي امك تقول سوي يعني انتي صالحه وتسمعين كلام امك هذا شيء حلو شاطره مهاري اصلا هيا تحبني ما شبريني أنا وماما تقولي تبي وياها بعدين لو نمت بصير تصيح أنا ويا ألعب وياها يا السلام عندها جدول البنت محافظة عليه فلا تخرب جدولها يعني بس هي ترى تحسبت أنت دبدوب لأن دبلة لا جو لا لأن أنا لعب هيا انت تلعبين هيا حفظك يا مهرة الله يحفظك يا مهرة والله يحفظك يا علي ويخليكم بعض ان شاء الله وتكون آمين فترة آمين قريبة ان شاء الله ويرد الشمل ونشوفك انت ومهرة ويا بعض ونبقى كلمة أخيرة منك انت وكلمة أخيرة من مهرة ونرجع على 12/8 مجلس 12/8 ان شاء الله بإذن الله والله
انا قبل لا يصير اللقاء انا كنت مروان كنت احب اشوفك، انا احب اشوفك في كل مكان، فانت سبحان الله يعني فتحت لي ابواب ان انا اتابع هالبرنامج الطيب، مش ترى سالفه لقاء تلفزيوني ما ادري شو، لا اتكلم من قلبي بريحيه. اي والله، فسلم على الشباب. قبل هذا ما اعرف شو تقولين، شو تبين تقولين في نهايه اللقاء؟ ابغي تبين شو؟ استغفر الله. انت ما قلت تحقق، لحظه مهره هو ما قال يحقق اماني ويحقق اماني الناس اللي يبونه، المفروض يحقق امنيتك الحين، فلازم يصفى عمره الحين قدامهم كلهم. الله يخليك يا مروان. صح عمره؟ صبري اول شيء عقم ايدي. عقم ايدي صح؟ يلا قربي قربي خدت من هذا عسل. ها؟ بالجو بالجو بالجو. حاضرين بالجو. اوكي تي بالجو. انت مستعد؟ انت مستعد؟ هاي لا بس مهره مو بالقوه، انا احس يستهبل شوتي وربك عام. انا ما كنت بسمع طراب بس لان حسب خاطر اخوي مروان لانه هو يحب المقطع هذا، ولا عشان انت اخر زمن. الله يحفظكم، والله يديمها ان شاء الله، وان شاء الله متراكين على خير، وانا اشكركم اليوم كنا على بعض يعني سوالف وكذا. هو كان الهدف بس ان نتجمع ونسولف، اللي حاب يتابع يتابع، والبارت اللي تكلمنا عنه وايد حلو، وايد حبيت. الله يحفظك أصدق يا رسالة يعني ان الله يحفظ الناس لاهاليها ويحفظنا لاهالينا. امين 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 يا رب. الله يحفظك اول شيء اخوي مروان. آمين. طبعا هذه المبادره قام فيها اخوي مروان، قال علي شو رايك نسوي؟ ما ارجوك يعرف اني انا ما برد ولا بردك لين اخر رمق حياتي. حبيبي طول عمرك. وهو اللي تعب على الموضوع يعني، جزاه الله خير. ومهره انا وايد اشتكلت وانا وايد صحني، انا لعوزت وايد بس لا والله اني احبك وايد واعزك وايد، ولا تصدقين وجهك وايد، وديري بالك على روحك وايد، واسمعي كلام امك وابوك وايد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. انتي عيون. انت الشابة. والله هاي احلى ختام شفته في حياتي. حبيبي الله يحفظك، والاخوان اللي يتابعونا الله يحفظكم ويسعدكم، ونلتقي ان شاء الله على خير. وشكرا حبيبي مروان. يلا شكرا شكرا. يلا باي باي مهرة. يلا مهرة مهرة. باي باي مهرة. باي باي حبيبي يا مروان، الله يحفظكم يا رب جميعا. حبيب حياك الله.